ملل، حسرة، روتين قاتل، قلق، توتر، انهيار نفسي وجسدي، ضعف، إحساس بالوحدة، استسلام وخنوع للواقع. أغلب هذه الصفات موجودة عندك حاليا داخل عقلك وترفض أنه تغيرها، طبعا لأنه بالأساس البيئة غير مشجعة ومحبطة والمستقبل أمامك مجهول. أنت حاليا داخل بدائرة الشك بقدراتك، ما راح تقدر تسوي شيء. أنت حاليا داخل صندوق كلام الناس، تفاعلك بالحياة يقل، محاط بأشخاص سلبيين نقلوا الطاقة السلبية إليك، دمروا مجسات الأمل والرغبة بعالم جميل. السوداوية اللي بداخلك إذا بالفعل ردت تتخلص منها فتكون على مراحل. انفرد بنفسك للحظات، وخذ نفس عميق، استجمع قواك العقلية، وجه أفكارك بالطريق الإيجابي، ابدأ بتصحيح السلوكيات البسيطة، اهتم بدراستك، مشيتك، قعدتك، طريقة كلامك، لبسك، ضع حدود بينك وبين المسيئين. عد ما توصل لهاي المرحلة انت قد قطعت نصف الطريق. الآن المرحلة القادمة، اكتشف شيء ممكن انه تتقنه، طوره، تعلم كل حيثياته، ابدع به، احترفه، سيكون عملك الذي ستكسب منه مالا، ستجلب قيمة لذاتك من خلاله. هنا ستنتقل للمرحلة الأعلى، ساعد غيرك، كون آرائك، حاول التأثير على المحيطين بك. خلال تلك الرحلة والتي كانت من أجل تطوير نفسك بدون وعي، أنت قدرت تتغلب على كل الصفات السلبية اللي ذكرناها في بداية كلامنا، وبهذا وصلت إلى النسخة المطورة من شخصيتك الأولى، وشتان ما بين النسختين.